السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغنا رمضان، أيام معدودة والشهر الكريم خلاص هيهل علينا، والنهاردة هنعمل أحلى ديكور وأرخص ديكور وسريع جدا تقدري تنفذيه في البيت، وكمان تضيفي لمسة رمضانية في بيتك. بس يا ريت لو أول مرة تشوفيني انزلي بسرعة واشتركي معانا في القناة، وكمان فعلي زر الجرس. طبعا انتوا هتجيبوا أي كرتونة عندكم عشان تبقى محملة، بس احنا هنعمل الهلال اللي انتوا شفتوه. وهتجيبوا بقى الطبق عندكم، اي طبق، ما تسترخصوش بقى، هاتوا اي طبق حلو كده عندكم من النيش ولا من اي حته بقى، يعني انا جبت اي طبق من عندي. وهبتدي ارسم الهلال عشان يكون مظبوط معايا. طبعا الديكورات الرمضانية بتفرح الولاد جدا وبتحسسنا كده بالشهر الكريم، وخصوصا لو هم كمان قاعدين يساعدونا بيبقوا فرحانين جدا. الديكورات بتبقى سهلة جدا وبتضيف يعني جمال في البيت. انا هنا قصيت معاكم الهلال بعد ما طلع شكله مظبوط. هبتدي بقى اكسيه بالفوم جليتر. انا كنت بصراحة عايزة اجيب اللون الفضي، رحت المكتبة ما لقيتش غير اللون الذهبي والوان تانية، بس انا قلت خلاص اعمله بالذهبي وخلاص. انتوا ممكن تعملوه بالالوان اللي انتوا عايزينها، فانا هختار اللون الذهبي لاني انا ما لقيتش الفضي بصراحة، كنت اتمنى اعمله بالفضي. هاخد المقاس بتاعي على الفوم جليتر، هرسم نفس مقاس الهلال اللي انا لسه منزلاه على الكرتون. طبعا انا هقلب الهلال من الناحية التانية علشان خاطر انا هكسيه من الناحية دي ومن ناحية يعني من الامام ومن الخلف. خلاص كده انا رسمت الهلالين معاكم، هبتدي اقصهم بالمقص. طبعا الفوم جليتر اللي انا مستخدماه هنا هو اللي بيلزق من ورا علشان خاطر الموضوع يكون سهل وما استخدمش يعني السيليكون كتير. لو انتوا ما لقيتوش طبعا اللي هو بيثبت ده من ورا، عادي ممكن تجيبوا الفوم جليتر العادي خالص ما فيش مشكلة، بس هتضطروا هنا تستخدموا مسدس الشمع او السيليكون. خلاص كده انا قصيت الهلالين، طبعا هبتدي اثبت حسب الوجه بتاع الهلال اللي انا خدته، اللي هو الوجه الامامي يكون مظبوط على الوجه الامامي علشان خاطر ما يكونش فيه اي زيادات. بصوا هنا بقى بتبتدي السهولة ازاي، اللي انا بشيل بس وابتدي اللي انا اثبت الهلال من غير ما انا استخدم سيليكون خالص. خلاص كده وهثبت برضو الوجه التاني منه. خلاص ده هو شكله بعد ما ثبته. استنى بقى شوية انت. انا هنا مستخدمة اللون الازرق الفاتح اللبن، يعتبر مرضتش اجيب اللي هو الازرق الغامق على اساس اللي انا استخدمت اللون الذهبي. انتوا لو هتستخدموا اللون الفضي فيستحسن ان انتوا تجيبوا الازرق الغامق. انا استخدمت اللبن عشان خاطر يبقى فيه يعني تناسق في الالوان شوية. هرسم نجمة من بره ونجمه من جوه عشان انا عايزه افرغ النجمه دي، عايزه تكون في نجمه مفرغه. هبتدي اقصها معاكم، وهضطر ان انا ايه يعني حاجه بسيطه كده على اساس ان انا اقدر افرغ النجمه من جوه. خلاص كده ده هيبقى شكلها بعد ما خلصتها. النجمة دي انا هستعملها برضو ما تلمهاش، شكلها جميل جدا وسهلة بصراحة، ممتعة على فكرة. الشغل في بالفوم ممتع جدا. انا هاخد كده قيمة مثلا نص سنتي، شريط كده قيمة نص سنتي من اللون اللي هو اللبني او الازرق الفاتح ده، علشان ابتدي اثبتها في الحرف بتاع الهلال عشان اداري الكرتون خالص. طبعا احنا اتفقنا الغرض من الكرتون ان الهلال يبقى واقف كده ومحمل. دي اثبتها معاكم. هعملها من بره ومن جوه، يعني من بره الهلال ومن حتة اللي هي الداخلية دي. الغرض منها برضو ان احنا هنداري الكرتون، وفي نفس الوقت كمان انا هربط بين الهلال والنجوم اللي هتبتدي تتعلق عليه عشان يبقى فيه تناسق في الالوان. خلاص كده
شكله جميل جدا 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 ومحمل يعني مش اي كلام. دلوقتي بقى هتجيبوا حتة كده صغيرة قيمة برضو نص سنتي وتلفوها كده، عشان انا عايزة اخلي النجمة تكون بارزة، انا مش عايزاها تبقى نايمة خالص كده على الهلال، عايزة يبقى في فراغ بينها وبين الهلال. تخلوها صغيرة خالص على اساس ان هي ما تبانش من ورا النجمة. دي بقى انا هثبتها طبعا بمسدس الشمع، لان مش هتنفع ان هي تثبت لوحديها، نقطة كده صغيرة وهبتدي اثبتها عشان تبقى تحس ان النجمة طايرة. وبرده من الناحية التانية هبتدي اللي انا احط واحدة كده. خلاص كده بص بقت عاملة ازاي، تحفة 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 بجد بجد، يعني الكاميرا ظلموه في الحقيقة احلى بكتير. انا عملت نجمة تانية، دي اللي هتبقى قاعدة مع الهلال تحت، هبتدي برضه اقصها اهي شكلها عامل كده. مش هثبتها دلوقتي غير لما اعمل القاعدة بتاعت الهلال. اي بقى غطا برطمان عندكم قديم ولا اي حاجة مدورة هتبتدوا تعملوا القاعدة بتاعتكم، بس هتعملوها بنفس لون الهلال، يعني لو انتوا عاملين الهلال بالذهبي تبقى ذهبي، الهلال بالفضي تبقى فضي. هاخد المقاس طبعا وهدوره اهو وهبتدي اثبته على الغطا بتاعي. هنا برضو هاخد شريط كده على اساس ان انا اعمل الجنب. خلاص كده انا انتهيت من القعدة بتاعت الهلال. الهلال بقى هيثبت في المنطقة دي كده، ابعد شوية ورا كده. هنثبته طبعا بالايه، بالسيليكون. تيجي بقى النجمة بتاعتنا، النجمة دي مش مفرغة، نبتدي نثبتها هنا في الجزء ده. وهعمل برضو نفس موضوع النجمة الطايرة، بس بالنجمة الايه اللون المخالف، نجمة صغنونة كده في النص. بصوا شكلها عامل ازاي. ده كان عندي الورق بتاع الورد المجفف ده، يعني مش هستخسر بقى، وما بصراحة كان عندي في النيش كذا واحدة كده، قلت يلا بقى يلا صارفين اهو. هبتدي اثبتهم، شكلهم عامل ازاي، حلو قوي بصراحة، يعني ضافوا يعني جميلة كتير بصراحة، حلوة قوي قوي قوي، عجبتني، عجبت الولاد. احنا عملناها وحطيناها في ساعتها يعني في يومها كده ديكور، حطيتها جنب الشاشة عندي، عاطية منظر رهيب بصراحة. طبعا ممكن تعملوا اكتر من واحدة. بصوا النجمة الصغيرة اللي طلعت انا حطيتها تحت كده جنب الغطا، برضو ضافت على القعدة بتاعت البرطمان، ضافت شكل برضو حلو، حلوة قوي، عجبتني كتير وعجبت الولاد. ممكن تعملوا كذا واحد على فكرة، مش مكلف خالص، يعني يعتبر كلفني 5 جنيه، مش حاجة يعني. ممكن ان انتوا تعملوا كذا واحد وباحجام مختلفة، وعلى فكرة الفوم ده اتبقى منه، يعني ممكن اعمل كمان واحد منه، يعني ممكن اعمل بال5 جنيه دي هلالين. شكله حلو قوي، يا رب يكون عجبكم وعجبتكم الفكرة، وان شاء الله هنعمل افكار تانية. ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا معانا في القناة، ويا ريت كمان لو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا اللايك. ان شاء الله باذن الله هنعمل ديكورات تانية عشان رمضان، بس ما تنسوش ان انتوا تكتبولي رأيكم تحت في التعليقات، وتقولولي ايه رأيكم في الهلال اللي احنا عملناه النهاردة. واستنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.